الكلاب واكله لما شبعانه والدم مال البيت كلاب واكله الجثث؟ اه واكله منها. انتوا صحيتوا على الجريمه دي امتى؟ يعني الخبر ده استقبلتوه ازاي كده؟ عرفتوه امتى؟ عرفتوه امتى؟ امبارح العصر. اه امبارح العصر اللي هو بعد ما هو الباشا راح صلى ورجع. اه راح صلى وراح خد له عربيه كهرباء والحمار وراح الشين يجيب جبس ويجيب اسمنت وميه نار مش شين وكان. ممكن يكون كان مثلا هيدفنهم او حاجه. تمام. ادفن ايه؟ ادفن منابات. يدفن ايه؟ منابات، ما هو قطعهم منابات ومكيسهم في الفريزر. طب ليه مكيسهم في الفريزر؟ اسالوا بقى. طب قطعهم بايه؟ يعني في ناس بتقول لك ان هم دخلوا كان في شنيور، سمحت برضه ان كان في شنيور هنا وسكاكين وكده وحلال ودم يعني هو شفاهم بقى شفاهم. الله اعلم. وقطعهم حتت وحطهم في الفريزر. طيب احنا سامعين ان النيابه لما جت كانوا شايلهم في كيس تمره، كانوا شايلين يعني لحم في اشلاء في شنط سوداء. هي بواقي من اللي باقي منهم بواقي بس. طب انت ما جاش في بالك تطمني عليهم بعد خصوصا ان هم بقالهم في ايوه انا غيابهم ومحدش اصلا يعني يعرف عنهم، فكل واحد متفق في حاله. اه تنازله هنا تعيدي واثناء يعني المعايده فوجئتي بالوضع ده. كنت بتقدر ايه صح كده؟ ايوه. وسمعتي انت بقى باللي حصل؟ جريمه مأساويه بشع بشع. اول مره تحصل في القريه بتاعتكم؟ في القرية اللي بتاعتنا والقرى اللي حوالين منها. في المحافظة على بعضها في الجمهورية. طب ما تعرضش لحد قبل كده؟ ما اتخانقش مع حد؟ ما عملش مشاكل؟ لا كان بيمثل مؤدب ومحترم. يا حاجة عمره ما عمل مشاكل مع حد. يعني عمره ما شد مع حد؟ اتخانق مع شاب من سنه؟ يقول عنده اضطرابات نفسيه كانت بنته ما تعرفوش حاجه. لا مش ما بنقولش اضطرابات نفسيه، احنا بنقول عمل مشاكل مع الناس، اتخانق مع حد. ما عملش مشاكل مع حد خالص. يعني حتى مش باين عليه ان هو عدواني. عمره ما عمل مشكله مع حد. يعني مش عدواني ولا حاجه. حضرتك قريب للاسره يعني وعارف اخبارهم وكده، يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ يعني توقعك ايه؟ ايه اللي يخليه يتصرف تصرف زي ده؟ ناس كتير قالت الميراث. انتوا بتقولوا واخد ورثه من ابوه. واخد ورثه من ابوه وليها ارض لوحديها ومحدده. طب ايه اللي خلى مسكن محدد لوحده؟ ايه الغل اللي وصله يعمل كده في لحمه؟ ايه الدخيل اللي عنده ده؟ في حاجات بينهم وبين بعض. الحاجات بينهم وبين بعض احنا ما نعرفهاش. حاجات عائليه بينهم وبين بعض. كل بيت فيه مشاكل. يعني هو اخر مره انتوا شفتوه صلى معاكم العصر في المسجد؟ امبارح العصر. صلى العصر في المسجد؟ صلى العصر وراح على طول. تمام. هو الباب اتفتح، ابن عمه فتح الباب بعد ما هو راح الشين. الناس اتصلوا بابن عمه في العزبه الثانيه قالوا له تعالى فيه ريحه ميتين جوه السكن. تمام. فجي فخاف يخش لوحده. خد ناس من الاهالي. دخلوا نفرين، تعالى يا جماعه خش معايا، خسروا الباب ودخلوا لقوا الولعه شغاله. والعظم فيها والحاجات دي والجمال ممكن دي مشوره جوه حواجه. ابن عم ما استحملش المنظر اللي كان موجود وبعدين فوقوه طلعوه بره. تمام. راح رنن على المباحث. تمام. خلاص وخلاص الواقعه بقى اتعرفت والمباحث دخلت كلها جرت. شكرا ليك يا حاج. مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي، ما زلنا معكم في متابعة حية من داخل عزبة رستم بقرية الشين بمركز أطور بمحافظة الغربية. زي ما احنا شايفين الأهالي في حالة حزن على الحادث اللي شهدته العزبة الهادية، اللي ما كانش يعني عمرهم سمعوا عن جرائم بالشكل ده. فوجئوا امبارح بهذه الجريمة البشعة، ومما أصاب الأهالي بحالة من يعني الرعب والقلق والحزن على ما حدث للأسرة. ولحد دلوقتي السبب ما زال مجهول. ليه قام المحامي يعني قتل والدته وشقيقه وشقيقته وذبحهم وكمان تقطيع جثتهم وإشعال النيران فيها؟ حاجة بشعة جدا جدا، ويعني محدش عارف ازاي قام بالمجهود الكبير ده كله وعمل الجريمة البشعة دي. حسب كلام ورواية الأهالي آخر ظهور ليه كان امبارح في صلاة العصر، وكان مصلي معاهم يوم الجمعة، وأكد يعني الأهالي أكدوا إن هو صلى الجمعة، وكمان يعني كانت خطبة الجمعة عن القتل ويعني حرام قتل النفس. وأول لما سمع الخطبة والكلام ده
قام ب ان هو بكى داخل المسجد وحاولوا الاهالي يهدوا. استمروا معنا في المتابعة، ما زلنا معاكم هنوفيكم بكافة التفاصيل الجديدة حول الجريمة البشعة اللي شهدتها عزبة رستم بمحافظة الغربية أمس.